اهلا وسهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنتعلم تركيب تجميح طبق الدش من البدايه لحد ما نجيب عليه الاشاره كمان ان شاء الله. مبدئيا احنا كده بنفرغ محتويات الكرتونه بتاع طبق الدش واحده واحده مع بعضينا. طلعنا كل القطع الموجودة في الكرتونة دلوقتي وهنبدأ إن شاء الله في التجميح كده واحدة واحدة. فرغ محتويات الكيس كمان بيكون عبارة عن مجموعة من المسامير. هبدأ دلوقتي بتركيب البولر اللي هو حامل ماسك الطبق مع جميع الأجزاء. اصغر اربع مسامير عندي بيكونوا هم المسؤولين عن تركيب البولر دول، الاصغر في الطول مش في الحجم. اربع مسامير باربع صامولات اللي ربطهم، وهبدا دلوقتي اربط واحد واحد كده. هدخل مسمار من هنا من قدام واربط الصامولة بتاعته من ورا. خطوة خطوة معايا اهو. طبعا انا هربط دلوقتي بايدي لمجرد التثبيت. المسمار التاني طبعا الطريقة سهلة جدا، تقدر تعملها في البيت من غير ما تستعين بأي فني. راعي ان كل مسمار يكون راكب في مكانه كويس، وبتعامل مع الطبق بحرص عشان ما يحصلش مشكلة في الزاوية بتاعته. طبعا انا بشتغل بايدي انا وبشتغل لوحدي عشان اوريك ان الموضوع سهل، حتى مش محتاج حد يكون معاك. ابدأ دلوقتي اربط بالمسامير بايدي اهو. تالت زي ما انت شايف الموضوع بسيط. دلوقتي المسمار الأخير دلوقتي أقدر أربط المسامير دلوقتي بإحكام وأحكم رباطهم. كل اللي محتاجه في العملية دي هو مفتاح، وبثبت المسمار من تحت وبربط من فوق. مفتاح، المفتاح ده المستخدم هنا مفتاح رقم 10. طبعا على حسب المسامير اللي عندي وعلى حسب اختلاف الطبقة، لكن الطريقة واحدة. لازم تربط المسامير دي كويس، لان لو فيها اي نسبة من عدم الاحكام بتفرق معايا في الاشارة. حتى مش محتاج تستعين بحد يساعدك، انت ممكن تكمل الخطوات كلها مع نفسك زي ما هنشوف. دلوقتي جاء وقت تركيب الذراع الحامل لللاقط، بثبته في مكانه تحت هنا في البولر، وبختار مسمار مناسب ليه يكون مناسب بطول مناسب.
المسمار بيدخل في مكانه اهو. حاول طبعا نتعامل مع الطبق بالراحة عشان ما نغيرش الزاوية والميل بتاعه. دلوقتي هربط الصامولة الخاصة بالمسمار ده. ثبت المسمار كويس وبربط على الصامولة. دلوقتي هركب الجزء المسؤول عن الحركة والجزء المتحرك. طبعا المسامير اللي انا هربط بيها الجزء المتحرك بيكونوا اطول مسمارين معايا. براعي ان الزاوية التدريج بتاع الزاوية يكون من تحت عشان يديني مساحة كويسة يتحرك فيها بزاوية كويسة. لو عكست بيبقى الزاوية محكومة وقليلة. ببدأ أثبت أول مسمار. دلوقتي المسمار الثاني. لاحظ معايا إن الجزء ده بيتحرك بسهولة، ما ينفعش أربط عليه أكتر من كده دلوقتي. لازم يكون الزاوية كويسة كمان. دلوقتي بركب الأفيز اللي هو يمسك في العمود بتاع الطبق. الصاملتين بتوعه كمان. دلوقتي هركب الفلانشة اللي بيكون راكب عليها اللاقط. افصلها الأول عن بعض وبركب اللاقط فيها. انزلها في مكانها كده بسهولة. اصغر مسمارين بقى في الحجم مش في الطول هو اللي هيتربط بيهم الفلانشة في ذراع الحامل ليها. بيكون عندي 2 مسمارين، واحد طويل شوية واحد قصير. طبعا بمجرد ما تمسك انت الفلانشة هتعرف مين يركب فين. دلوقتي المسمار التاني. طبعا في الاول بثبت بايدي، بعد كده بالمفك بتاعي وهبدأ اثبت اكتر واربط عليهم. كده الطبق بتاعي جاهز، مش باقي معايا غير العمود اللي هيتثبت عليه الطبق. وده بيكون عبارة عن قطعتين، قطعة عبارة عن قاعدة والقطعة والعمود اللي فوق ده اللي هيثبت عليه الطبق. برضو بختار مسمارين يكونوا مناسبين ليه. كل المسامير دي بتكون جاية مع الطبق في كيس. بركب بس كل مسمار بطوله المناسب. ادي واحد وادي اتنين. طبعا العمود ده ليه وضعين، ممكن يركب مايل زي ما احنا شايفين كده وممكن يركب عمودي. كده انا خلصت تجميع الطبق. وزي ما قلت هنلاحظ حركة الطبق على الجزء المتحرك لازم تكون بسلاسة وبزاوية كبيرة، ما ينفعش يركب معكوس. هبدأ دلوقتي أطلع فوق السطح. أول حاجة هعملها لازم أنظف مكان تركيب الطبق بمية عشان التراب ما يعملش طبقة عزلة وبعد فترة ألاقي الطبق بتاعي اتقلع من مكانه.
فلازم ارش ميه كويس، وكمان هنضف المكان بحيث ان هو يكون مستوي، عشان لما اقعد البولر اقعد العمود مكانه يكون مستقيم، يكون المكان مسطح ومستقيم. هبدأ اظبط العمود بزاوية كويسة، لازم يكون عمودي. دلوقتي جه ميعاد ان انا اثبت بالاسمنت، اسمنت مخلوط عليه كمية من الجبس، لو طبق صغير زي ده كفاية عليه، او 2 كيلو، 2 كيلو وشوية رملة صغيرين. الرملة ممكن تكون قد الاسمنت والجبس مع بعض، يعني تقريبا 4 كيلو. هبدأ دلوقتي في التثبيت. لاحظ معايا ان العمود المكان اللي هيركب عليه الطبق يكون مستوي، ويكون العمود بزاوية قايمة. طبعا بما اني هنا هركب بالشكل المائل، فلازم الجزء الاخير ده هو اللي يكون قائم الزاوية. بوزع كمية الأسمنت اللي معايا حوالين العمود كويس، أحاول كمان أحط شوية أسمنت بداخل العمود عشان لدعمه من الأسفل، ويكون متماسك ميتحركش معايا وأنا بركب الطبق. دي خطوة مهمة لازم تخلي بالك منها. كده أنا خلصت تثبيت العمود، بسيب الاسمنت ده لحد ما يجف تماما. دلوقتي انا هوصل الرسيفر بتاعي، اي رسيفر بتظهر عليه ارقام الاشارة من بره، وهركب الطبق مكانه على العمود، وهربط بايدي على الصواميل اللي هي على الافيز اللي ماسك الطبق، هو ليه مسمارين هثبته. مجرد تثبيت بس كده لحد ما يخلص. ابدا اوصل جهاز الرسيفر بتاعي، انا مش محتاج للتلفزيون. انا اي رسيفر بيظهر عليه ارقام لما بضغط على زر الانفورميشن ينفع استخدمه. لاحظ معايا ان دلوقتي اللي منوره معايا اللمبه الحمراء. هبدا اثبت شويه كمان، واحرك الطبق لحد ما احصل على اشاره. طبعا الاشاره هنا معناها ان اللمبه الخضراء تنور كمان جنب اللمبه الحمراء. واوصل طبعا كده وصلت السلك، سلك الدش ما بين الرسيفر وما بين الطبق. هبدأ احرك الطبق بقى بالراحة كده لحد ايه ما احصل على اشارة. الاشارة معناها ان لو الرسيفر ده من النوع اللي فيه لمبة خضراء، اللمبة الخضراء تنور، ويبدأ ارفع الارقام بتاعتي لحد ما اوصل لرقم عالي. يفضل ان انا اظبط الطبق بتاعي على تردد ضعيف، طبعا انا بكون عارفه وفتح عليه الرسيفر مسبقا. إضاءة اللمبة الخضراء معناها إن أنا حصلت على إشارة. بحرك الطبق شوية كمان لحد ما أعلي الإشارة بتاعتي وتبقى مناسبة. كده خلاص أنا وصلت الإشارة اللي أنا عاوزها. ببدأ أثبت المسامير بتاعتي كويس، مسامير القطع المتحركة ومسامير كمان اللي ماسكة العمود. بتأكد من الإشارة بتاعتي وببدأ أظبط. كل الخطوات أنا بعملها بنفسي، مش محتاج لحد يساعدني. أكد على إشارتي تاني، ثبت المسامير كويس مع مراعاة إن الإشارة ما تتحركش معايا وأنا بثبت، وبأكد على الاتنين دايما.
كل ده انا مراقب الاشاره، اذا نزلت بحاول اظبط ايدي تاني وانا بربط لحد ما توصل لدرجه مناسبه، وبثبت كمان بالمفاتيح بتاعتي. كل ده انا بحاول اثبت الاشارة بحيث انها ما تعلاش او ما تقلش وانا بربط، وبثبت دلوقتي هثبت الجزء المتحرك. دلوقتي اظبط وضع القطعة او اللائط. بالنسبة للنايلسات بيكون حوالي 48 درجة، ناحية الشرق. خلاص كده انا جبت الاشارة بتاعتي وربطت كل حاجة. هنزل تحت عند تابع باقي العملية. انا دلوقتي بشغل قنوات الاشارة، الحمد لله مظبوطة الاشارة عالية، كل القنوات شغالة معايا تمام. وابدأ اقلب واشوف كل القنوات بتاعتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم على متابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.